اليوم قصتنا على القناعة. قصتنا براعي غنم كان يشتغل عند واحد من التجار. التجار هذا الله معطيه خير وكذا، والراعي هذا يشتغل عنده بالحلال راعي غنم. فيوم من الأيام راعي الحلال هذا التاجر خسر وصارت عنده يحتاج فلوس، فقرر أنه يبيع حلاله. الراعي هذا حالته المادية تعبانة شوي وكذا، فجاء قال اسمع الرجال ببيع الغنم وصارت عي ظروف ولازم ابيع عشان سد الديون اللي علي. انت اجرتك عندي 5 دراهم زين، وانت انسان امين ومحافظ على حلالي كنت، فبعطيك 30 درهم تستاهل كل خير. قال اسمع انا انسان قنوع وانت انسان طيب، لكن ما ابغى اكثر من حقي، اعطني 5 دراهم وجزاك الله خير. 30 درهم هذا ما ابغاهم، ابي 5 حقتي وجزاك الله خير. فاخذ 5 دراهم، شوف القناعه كيف، اقتنع بانه ياخذ حقه وبس، ومشى البيت وراء الحلال باع حلاله ومشى. فهو جالس ببيته وقاعد ناقل هم، يعني 5 دراهم هذه ما تجيب لي شيء، يعني لو يصير اي ظرف عندي الحين ببيتي او يتعب احد من عيالي كذا تروح فلوس وارجع مفلس على الحديد ما معي الا 5 دراهم. فقال لازم اسوي فيها شيء، 5 دراهم لازم اسوي. فكان عندهم واحد تاجر عندهم بالقريه، فكان شلون يسافر برا ويجيب تجاره. 5 دراهم هذا ايش تجيب لي؟ لكن القناعه كنز لا يفنى. فكان عندهم تاجر عندهم بالقريه، فقال ما الا اشغلها مع التاجر هذا. التاجر هذا كان شلون من غير تجارته كان يحب الخير، يساعد الناس ياخذ فلوسهم ويجيب لهم تجارة من برا ويبيعها عندهم قريتهم. فقال ما اللي روح للرجال هذا. فقال له الناس وين تراه؟ كل اللي معك 5 دراهم. قال ان شاء الله ربي بيقنعني بالقناعة، انا انسان قنوع، بهالخمسة ان شاء الله الله بيغنيني فيها. راح للتاجر لقى الناس عنده زحمة، اللي يعطيه 100,000 درهم واللي يعطيه 50 واللي يعطيه 200 واللي يعطيه. جاء دوره عطى التاجر 5 دراهم. قال هذه وش تسوي فيها؟ قال أبيك تشتغل لي فيها. قال يا أخي هذه ما تجيب لك شيء. قام يضحك التاجر، قال يا أخي قل يا الله الله بيرزقني، قل يا الله لا تحسدني، قال الله يرزقك إن شاء الله. قام قال يلا قل يا الله، قال يا الله هاتهن. أخذ 5 دراهم، قال وش أسوي؟ ولا تجيب له حاجة 5 دراهم. المهم مشى بالسفينة وجاء القرية، شرى بضاعته الخاصة فيه وشرى بضائع للناس اللي معطينهم أمانات فلوس عشان يتاجرون فيها. طبعا هو ياخذ أرباح على التجار اللي مرسلين معاه فلوس. تذكر 5 دراهم حقت الرجال أنه معاه، قال الحين هذا الرجال مأمني على 5 دراهم وأنا ما حصلت له شيء، يعني بخمس دراهم أشتري له. فقال خلني أفر بالسوق يمكن ألقى له حاجة 5 دراهم. الرجال قال ما لا روح لسوق الحيوانات يمكن قال شيء طير ولا بخمس دراهم. أنا ملقى أرخص طير كان ب15 درهم، هو فلوس الرجال 5. هو ماشي ولا واحد توه دخل السوق معاه قطو أو بس متضايق منه ويبي يبيع بأي شيء. قال تبيع البسة هذه والقطوة دي؟ قال نعم أبيعها بأي شيء أبيعها. قال له معي 5 دراهم تبيعها ب5 دراهم؟ قال يبيعك اياها. اخذ هالقطوه ورجع للقافل حقته حمل اغراضه. هم ماشي من قريه لقريه زين، وصارت المعجزه سبحان الله. المهم هم ماشي القريه من قريه لقريه رايح لدراج على ديرته. انا قال لقى هالقريه قال بنام فيها لما يطلع الصبح وكمل طريقي. ويهجم عليه راعي القرية اللي عنده مزرعة كبيرة، هجم عليه بالليل قال ايش عندك جاي تسرقني؟ جاي مع عسكر وجيش انت جاي تسرقني؟ قال لا والله ما جاي اسرقك ولا شيء، لكن انت راعي قافلة ونبيك تشوف نحل، ما حاصيل الزراعية قاعد تفسد ومالي قاعد تروح بسبت وانت بكرامة الفيران، الفيران تهجم على المحاصيل وخربت المحاصيل حقتي، وسمعنا ان معاك حال القافلة قطة تبيعها. قال ايوه. قال خلاص
هذا طبعا التاجر ما تفرق معاه خيره واجد، كل شيء على الله قوي، كل شيء مع الله يحله. المهم قال انا بعطيك وزن هالبسة، القطة هذه وزنها ذهب. الرجال استانس قال وش عامل هالرجال الرائي هذا مع الله اللي خلاه الله يرزقه الرزق هذا. الهم وزن البسة هذا القطة طلعت وزنها حول تقريبا كيلوين، عطاه على وزن البس ذهب. المهم قال لازم اعرف الرجال هذا وش مسوي عشان الله اكرمه. المهم رجع وصل الديرة قال تعال يا تاجر يا راعي، انا اسف يا راعي تعال انت وش مسوي مع الله ان الله اكرمك هالكرم هذا كله. نادى ابو خمس دراهم اللي هو الراعي قال انت وش عامل مع الله عشان الله كافأك المكافأة؟ قال والله ما عمل شيء، لكن انا انسان قانع باللي يكتب لي الله وراضي بنصيبي، والقناعة كنز لا يفنى، والحمد لله على كل حال. قال انا وش قال عاد الراعي وش السالفة؟ قال سالفتك واحد اثنين ثلاثة رحت للسوق وما لقيت. قال المهم وهذا اللي صار معنا. فالشاهد من الموضوع اللي يحط عين بعين الله ويترجى الله بكل شيء ويعمل عمل وجه الله يعوضه الله دبل أضعاف اللي يقدمه. فإن شاء الله القصة حازت على رضاكم واستحسانكم، وشكرا لكم وحياكم.